لو الحكاية فيها إن فيتو بلا جواز سفر إلى جميع أنحاء الوطن العربي، وأيضا تقررت البريد حتى المغتربين كانوا يستنوا الأعمال الفنية في السينما المصرية، كانت منتشرة في أمريكا زي ما منتشرة في مصر، منتشرة في فرنسا، منتشرة في إنجلترا، يعني في الهند كانت السينما المصرية فيها يعني تأثير كبير جدا جدا على الفن، وتم تأليف هذا الكلام وموجود، احنا ما قلناش حاجة. إنما بعد ما توقف عيد الفن وبدأنا شفنا استهداف مصر سياسيا، استهدافت على فكرة الفن المصري والثقافة المصرية استهدفت قبل مصر والسلطة السياسية، بمعنى إن النهاردة لما قلنا إن في منظمات وتنظيمات وحاجات غريبة جدا، لو شفنا على مر السمع والبصر إنه ناس بتتدخل لسقوط مصر سياسيا، الاستهداف ده هم استهدفوا الثقافة والفن قبل ده، يعني من حوالي 35-40 سنة وهو بيخططوا لهذا الأمر إن هم ينقصوا على الفن المصري. وللأسف كان الفن المصري مستهدف ولحسناه ودرسناه، بس احنا ما تصدناش صح لهذا الموضوع. التصدي الفن كان كل الفنان بقى يعني كل واحد ما كيف عمله وانشغال والمشاكل الحياتيه، يعني كانت هي دي اللي بتحول التصدي امام الاستهداف من للاسف بعض الشخوص العربيه اللي كانت بتحاول انها تقدم الفن للاخر اللي جاي من بلاد او من زي عربيه وكذا، لان هم دايما كانوا بيبقى عندهم حساسيه من جزئيه ان مصر هي زي ما قلنا قبل الفن العربي وهي مصلح العرب وهي جنود الشرق، كل المسميات دي كانت بتعمل افكار يعتبر حساسيه عند بعض الشخوص مش كلهم، مش هنتكلم بالمطلق، انما دي للاسف هم كان في زي ما تقول ثقب وعايزين يوصلوا له، وهم كانوا اداه الناس اللي هم بقى نظرا اللي هي التنظيمات الدوليه استخدمتهم كاداه عشان يوصلوا لهدفهم او هدف المنظمات الدوليه ان مصر تبدا تنكسب فيها الثقافه، تنكسب فيها الفن، وبالتالي الدوله هيجي دورها زي ما احنا عايشنا وشفنا السنه السوداء اللي عدت علينا، وهي دي الملمح الاساسي في ان السياسه او مصر مستهدفه. وطبعا كل ده بدا على السطح دلوقتي من تركيا ومن قطر ومن المانيا ومن وهكذا، حتى في السياحه زي ما شفنا المانيا بعد 10 ايام من مشكله طابه بتمنع السواح، واحنا ما يخصونا الفن المصري والثقافه المصريه. بالمناسبه اولا بشكر بغيابه طبعا الدكتور محمد صبر العرب، وهو كان حريص على انه يكون موجود معنا النهارده، بس عندهم النهارده مجلس وزراء، سافر بعد كده على اسوان او كده باعتذار عن الحضور. الراجل لما طلبنا منه انه يوافق على عوده عيد الفن وزاره الثقافه ترعى هذا الامر ما تاخرش صراحه، وفي نفس القعده راح كاتب موافقته وادى تعليمات لدار الاوبرا عشان تنظيم الحفل والمساهمه في تنظيم الحفل والمسرح يعني كل الامور اللي هي فيها اليات التفريغ للحفله الاحتفاليه. وصلنا لمرحله اكبر وابعد انه عرضت على السيد خبر الجمهوريه انه يرى هذه الاحتفاليه. فبالتالي خدنا وقت شويه في المراسلات لحد ما لقيت الرئاسه بتكلمني، وهو طبعا الاستاذ حاتم الهاوي مشهورا من اول الرئاسه الجمهوريه، كلمني بقى السيد محمد الرئيس وافق على ورع هذا. والجميل ان بدا الموضوع يتصاعد، يعني يتصاعد بمعنى ان احنا عايزين نكرم مثلا فنانين في الاجيال، وجايز يكون ما حدش يتخض من ان الفنانين جايز يكونوا اغلبهم او 6 من 10 مثلا من اللي راحوا عن دنيانا. احنا ما بنتخضش من ده لسبب، احنا لو كان عيد الفن مستمر للسنويه كانوا كرموا هم في التوقيتات بتاعتهم، وكنا بنكرم دلوقتي الاحياء بس للاسف توقف عيد الفن
اللي هو 33 سنه دول خلوا مننا فنانين يسقطوا دون ان يكرموا. فبالتالي ان احنا بنحيي هذا الموقف وبنقول لا دول المتواجدين اللي هم اثروا وغرسوا شجره الوعي والثقافه والفكر والابداع، فبالتالي ما ننساهمش. لو احنا نريد الفن توقف، بس مهما يتوقف المفروض ان احنا ما ننساش تواجد الفنانين العظماء دول. وصلنا لمرحله في القطاع بنرد عليه بنسبه كبيره، لان جاي تليفون مش عايز اقول من نص ساعه ولا اتصال انه فخامه الرئيس هيكون التكريم شكل انسان الجمهوريه المدرجه، وده شيء عظيم. دي رساله من راس الدوله انها ترعى الفن وتعطيه ما يستحقه. يعني انا كنا احنا هنقدم درع درع لا اقرا يعني ولا كل حاجه، يبقى حصل الفن المصري وهو دافع دوله عن الفن المصري. فبالتالي انا طالب منكم شيء، هيقال بعد الاقاويل اللي هتنطلق بعد التكريم ان هيكون في نسبه كبيره شويه من الراحمين، زي ما انا ذكرت في كلمتي ان التوقف عيد الفن لمده كبيره اثرت على التكريم والناس دي رحلت من غير ما تاخد حقها في هذا التكريم وهذا الوفاء. فاحنا بدورنا قمنا بدور وفاء الناس دي انهم ما حصلوش على التكريم، وبالتالي استدعيناهم حتى بعد رحيلهم عشان نكرمهم. مش معنى كده في ناس هتدعي يقول لك ده افلاس، ده الفن المصري اه صح ده بيكرموا اللي راحوا، يعني هم بيتعبدوا في الرب. كل الكلام ده مخالف لوفاء حالا والافلاس حالا. بالعكس، احنا الفنانين المتواجدين دلوقتي على الساحه في مجال السينما والمسرح والموسيقى والله العظيم ثلاثه بالالاف يستحقوا ده، يستحقوا هذا المركز. انما احنا وفاء مننا، وفاء من اتحاد النقابات والعالمين بالامور انه اللي رحلوا في ناس يستحقوا التكريم. فارجو من الاعلام المصري الصادق الوفي المخلص ان اي حد يتفوه بكلمه في ان احنا بنتمسك بنتلمس للراحلين وعندنا شيء من الافلاس، انتوا اللي تردوا مش انا ارد. ده مطلوب منكم، لان احنا مرحله وفاء وليس افلاس، عشان بس الجمهور تبقى متزنه ومتزنه. الحاجه الثانيه انه رساله وزير الثقافه اصدر قرار امبارح بانه يوم 13/3 هيكون عيد الفن في كل المحافظات والقرى والنجوه، بمعنى ان كل قصور الثقافه على مستوى الجمهوريه هيبقى فيها احتفالين عشان يسعد.